مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. أليست حياتي وحياتك مثل قصة إن طالت أو انقصرت؟ معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. في قصة حياتي ضامنها في إيدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في إيدي، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. بشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا سواء عن طريق إرسال خطابات أو بيزوروا موقعنا على شبكة الإنترنت كما هو العنوان موجود أمام حضراتكم على الشاشة، أو بيتصلوا بينا تليفونيا أو بأي طريقة. بنكون سعداء جدا كفريق عمل برنامج حياتك في قصة من كل رسالة توصل لينا، لأن هدفنا هو إسعادك وهو بركة نفسك عزيزي المشاهد. أختي المشاهدة أرجوكم اكتبوا لينا، قولوا أراءكم، احكوا لينا قصص من حياتكم علشان تفوز وتبقى قصة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة قصة حقيقية مؤثرة بعنوان المجوهرات المميتة. قصة المجوهرات المميتة بتحكي عن سفينة. سفينة كانت في البحر ماشية، وفجأة بدأ يتسرب المية ليها، والركاب والقبطان وكل الموجودين شعروا انه ما فيش امل لنجاة السفينة الا انهم ياخدوا قوارب النجاة وينزلوا على اقرب جزيرة كانت جنبهم. فعلا عملوا كده، وكان معهم بعض الاطعمة، اخذوا الاطعمة وراحوا الى اقرب جزيرة لقيوها. في الجزيرة كان معهم اكل، وكان فيه لقيوا مصادر مية نقية، لكن الاكل اللي كان موجود معاهم كان قليل، يعني جايبينه من السفينة يدوب يقضيهم وقت قصير. وعلى طول عرفوا انه لازم علشان حياتهم تستمر لازم يزرعوا قمح، يزرعوا خضروات كده يعني. لكن بعد ما قرروا ما يبدأوا يزرعوا ارض السفينة، جه واحد متهلل وبيقول السفينة منجب مجوهرات، السفينة منجب ذهب، في كنوز في السفينة. آسف، الجزيرة لقوا الجزيرة مليانة ذهب ومجوهرات. عارف زي قصة علي بابا والأربعين حرامي، ياقوت. لقوا بقى المجوهرات، نسيوا موضوع الزراعة، وكل واحد بدأ ينقب ويطلع ويعمل حط، جاب كده كتب اسمه على ورقة وقال دي حتتي، وقعد بقى يجمع. ايه؟ قال لك لما تيجي سفينة تاخدنا بعدين يبقى دي انا امتلكت الذهب ده، وده امتلكت المجوهرات، وده. استمروا يشتغلوا في الذهب صبح وليل، ويشربوا وياكلوا من الاكل اللي معاهم، وده عطلهم من انهم يزرعوا. للاسف الشديد اغلب الناس دول ماتوا رغم انهم كانوا يمتلكوا كم كبير جدا من الذهب. لما جاعوا ما كانش ممكن ياكلوا الذهب ولا الياقوت ولا العقيق الاحمر، خلاص عدد كبير منهم مات. واللي بقي ونجي حكى هذه القصة على انه كانت المجوهرات مميتة، مش علشان فيها سم، ولكن عشان شغلتهم عن الامر الاهم وهو طعامهم اللي بيديهم الحياة. هتقول لي طب ايه الفكرة وايه اللي حصل للناس دول بعد كده؟ ده اللي هستكمله معاك بعد ما نستمتع بترنيمة جميلة مع مرنمنا الحلو منير حبيب. ابقى معي الى ما بعد الترنيمة. النفس الحيرانة، يا واحة النفس العطشانة، يا مشبع النفس الجوعان، حبيبي يا يسوع،
يا راحة النفس الحيرانة، يا واحة النفس العطشانة، يا مشبع النفس الجوعان، حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، عريسي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، عريسي يا يسوع، ملكت كل القلب معاه، أسرت فكري والأشواق، أشبعت نفسي من غناك حبيبي يا يسوع، ملكت كل القلب معاك، أسرت فكري والأشواق، أشبعت نفسي من غناك حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، عريسي يا يسوع، حبيبي يا يسوع، نصيبي يا يسوع، عريسي يا يسوع، ملكت كل القلب معاك، أثرت فكري والأشواق، أشبعت نفسي من غناك حبيبي يا يسوع. هكذا ترنم لنا مرنمنا الحلو منير حبيب في هذه الترنيمة في قصتنا النهاردة اللي بعنوان المجوهرات المميتة. إزاي السفينة بعد ما نجيت وأخدوا بعض الأطعمة معاهم إلى الجزيرة، في الجزيرة ملقوش أكل لكن كان ممكن يزرعوا، ولكن لما لقوا أن الجزيرة عبارة عن منجم للذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، نسيوا أنهم يزرعوا وما فكروش إلا أنهم يكوشوا ويكوموا ذهب، وبعدين خلص الأكل وهم ما زرعوش، كانوا مهتمين بالمجوهرات وخسروا حياتهم للنهاية. أكيد عزيز المشاهد أخت المشاهدة، الناس دول بيفكروك بناس، أنا شخصيا وأنا بكلمك بيفكروني بناس هنا على الأرض، مش يعني بس قريت عنهم في الكتاب، فعلا في ناس كده، في ناس بتكلبش في حاجة وتضيع حاجة أهم منها. يعني طبعا أنا هكلمك الأهم والخبز الحقيقي والقمح هو الرب يسوع المسيح، وده واضح في كلمة الله، لكن حتى بالنسبة مثلا يا ما رجالة أنا بعرفهم شخصيا وللأسف دخلت في المشاكل وصلي عشان ربنا يحل المشاكل، رجالة خسروا زوجاتهم وعيالهم بسبب الشغل أو بسبب الخيانة أو بسبب النجاسة، واحد يسيب شغله بسبب المخدرات وهكذا. يعني الكتاب بيقول إن رأس الحكمة مخافة الله، الحكيم اللي يحسبها صح. الناس بتوع الجزيرة دولة اللي السفينة غرقت بيهم ونزلوا على الجزيرة حسبوها صح، قالوا احنا قدامنا دهب وقدامنا عقيق وقدامنا فضة، سيبك من القمح دلوقتي، والقمح هو قوت الشعوب. ناس كتيرة في الكتاب ضاعت منهم الفرصة، ضاعت منهم فرصة الشبع. يمكن تكون سمعتني قبل كده بذكر ان 7 مرات في انجيل يوحنا قال الرب عن نفسه انا هو، ثم اكمل بصفة جميلة، مثلا قال انا هو خبز الله النازل من السماء، انا هو الباب، انا هو الراعي الصالح، انا هو الكرمة الحقيقية، انا هو الطريق والحق والحياة، انا هو القيامة والحياة. قال الرب كده أولهم في يوحنا 6، قال المسيح أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم، من يأكلني يحيا بي. يبقى الرب يسوع قال إنه هو بس الخبز اللي يدي حياة أبدية، أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أنا هو خبز الله النازل من السماء. وعلشان يشبعنا فعلا كان لازم يضحي بموته. قال اسمع الآية دي، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم. يا سلام، يعني هو
علشان يشبعني ويشبعك حل المشكلة بتاعت جوعنا ومرضنا وموتنا، وهي مشكلة خطايانا، حمل خطايانا في جسده على الخشب. مين هو خبز الله النازل من السماء تاكله وتشبع؟ قال المسيح: من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن به فلا يعطش أبدا. وناس كتيرة عارفة إن الحل في الشبع بالمسيح، عشان النفس الشبعانة تعمل إيه؟ تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ولكن من المجوهرات المميتة اللي منعت ناس كتير من انها تروح للمسيح، وخاف تكون انت وانت قدام الشاشة دلوقتي. ايوه، ومين عارف؟ كلنا عارفين ان احنا لازم نتوب طبعا، واحنا محتاجين نتوب طبعا، وفي يوم من الايام ان شاء الله نتوب. بس ودايما طالما جت بس يبقى وراها بقى سم، ما تزعلش. بس اصلا انا مشغول، الشغل بتاعي كتير، ما عنديش وقت اتوب واصلي لربنا. وسمعت 100 مره ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وايه وخسر نفسه. بس اصلا انا مشغول، علشان كمان ظروف شغلي بتخليني اكذب واحلف واشتم لما اخلص، وهكذا. فاكر الشاب الغني؟ نفس المجوهرات المميته دي موتته روحيا وابديا. قال للرب يسوع: انا اتبعك، منين ما تروح؟ ماذا اعمل لكي ارث الحياه الابديه؟ قال له الرب يسوع: انت عارف الوصايا، اذا انت عايز تعمل عندك وصايا موسى. قال: ده انا حفظتها. بس احفظها في مخه، لان وصايا موسى تتلخص في تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. قال: طب خلاص انت حفظتها، طب خلاص روح بقى اعمل رقم واحد فيهم، بيع كل مالك. مش انت بتحب الرب اكتر من فلوسك؟ خلاص بيع كل مالك وديه للفقراء. ولكن وقع بالمجوهرات المميتة. اسمع ماذا يقول الكتاب، بجد حاجة تحزن. تعرف قال ايه؟ مضى حزينا لانه كان ذو اموال كثيرة. المجوهرات المميتة مات في خطاياه. كم ناس هلكت زي الغني اللي حكى عنه الرب يسوع، قص الغني والعازر، مات بمجوهرات اللذة، كان يتنعم كل يوم مترفها. مجوهرات مميتة. يمكن اهتمامك بنفسك، يمكن رغبتك انك تشبع غرائزك بطريقة رهيبة، يمكن عدم غفرانك للآخرين. في ناس يبدو مؤدبين جدا بس عنده مرارة عدم الغفران، وهكذا. انا مش عارف ايه المجوهرات المميتة اللي منعاك انك تشبع بالمسيح، انك تقبل المسيح، انك تضمن السماء. الا تصلي معي؟ صدقني يا اخي، قل له: يا رب اختبرني واعرف قلبي. صلي معايا، امتحني واعرف افكاري. يا رب ايه الحاجة اللي مانعة يا رب ان انا اقبلك مخلص وفادي؟ يا رب ارجوك حررني من حبي للذات، حررني من حبي للشهوات. يا رب لا تسمع ان اي شيء يعطلني عنك. وقول مع الرسول: ما كان لي ربح او مجوهرات فهذا حسبته من اجل المسيح خسارة، بل احسب كل شيء زبالة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل أشياء وأحسبها نفاية. أتركك وأنت تطرح المجوهرات المميتة وأنت متمسك بجوهرة المسيح. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك. عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في القصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج. يا راحة النفس الحيرانة، يا واحة النفس العطشانة، يا مشبع النفس الجوعان حبيبي يا يسوع. يا راحة النفس الحيرانة، يا واحة النفس العطشانة، يا مشبع النفس الجوعان. بس أصلا أنا مشغول، الشغل بتاعي كتير، ما عنديش وقت اتوب واصلي لربنا. في ناس بتكلبش في حاجه وتضيع حاجه اهم منها. قال المسيح: انا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياه للعالم، من ياكلني يحيى بي. انا مش عارف ايه المجوهرات المميته اللي منعاك انك تشبع بالمسيح، انك تقبل المسيح، انك تضمن السماء. كل القلب معاه، اثرت فكري
والأشواق أشبعت نفسي من غيناك حبيبي يا يسوع.